خلينا بقى نروح نستعرض جرافيك هذه المباراة. طيب مباراة اليوم النهاردة 5 مايو 2019 النادي الأهلي بيلاقي نادي النجوم، مباراة مؤجلة من الأسبوع 29. النهاردة في مباراتين زي ما حضراتكم عارفين، مباراة ستقام في تمام الساعة 5:30، نادي بيراميدز سيلاقي نادي المصري البورسعيدي، مباراة من الأسبوع 30. أما المباراة الثانية مباراة النادي الأهلي والنجوم مؤجلة من الأسبوع 29. قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة: شريف إكرامي والشناوي وعلي لطفي، حمد لله على السلامة طبعا للنجم الكبير شريف إكرامي كابتن أو واحد من كباتن فريق النادي الأهلي، خط الدفاع محمد هاني، أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول. أما خط الوسط: حمدي فتحي، هشام محمد، وليد سليمان، صالح جمعة، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، وجيرالدو وجونيور أجايه. أما خط الهجوم: وليد أزارو وصلاح محسن، ومارتن لاسارتي هو المدير الفني للنادي الأهلي. موقف النادي الأهلي والنجوم في بطولة الدوري العام المصري: النادي الأهلي لعب 28 مباراة، فاز في 20، تعادل في 4، خسر في 4 مباريات، سجل 46 هدف، استقبلت شباكه 18 هدف، وعدد النقاط 64 نقطة، في المركز الثاني بنفس رصيد 64 نقطة مع نادي بيراميدز وبمباراتين أقل. هداف النادي الأهلي حتى هذه المباراة هو علي معلول نجم النادي الأهلي بست أهداف. أما نادي النجوم لعب 30 مباراة، فاز في 5، تعادل في 10، خسر في 15، سجل 28 هدف، استقبلت شباكه 39 هدف، يملك 25 نقطة في المركز الأخير من الدوري العام المصري. وهداف النجوم صلاح أمين ب 11 هدف. الحمد لله، شكرا. توقيتات إحراز النادي الأهلي لأهدافه: 46 هدف موزعة على التسعين دقيقة، أول ربع ساعة في التسعين دقيقة 4 أهداف، تاني ربع ساعة 7 أهداف، تالت ربع ساعة 7 أهداف، أول ربع ساعة في الشوط الثاني 6 أهداف، وربع ساعة ما بين الدقيقة 61 للدقيقة 65 9 أهداف، والربع ساعة الأخيرة 13 هدف. أما توقيتات دخول أهداف في مرمى النادي الأهلي: 18 هدف أيضا موزعة على 90 دقيقة، هدفين في أول ربع ساعة، هدف وحيد في الربع ساعة الثانية، ثم هدف وحيد أيضا في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني 7 أهداف، ومع الربع ساعة قبل الأخيرة هدف وحيد، والربع ساعة الأخيرة 6 أهداف. طيب توقيتات إحراز النجوم لأهدافه: 28 هدف موزعة على 90 دقيقة، أول ربع ساعة 3 أهداف، تاني ربع ساعة 3 أهداف، ربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول هدف وحيد، ثم الشوط الثاني بالكامل الحقيقة بيحرز فيه النجوم حوالي 21 هدف من ال 28 هدف، 4 أهداف في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، 7 أهداف في الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني، و10 أهداف في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة. أما توقيتات إحراز أو دخول أهداف في مرمى نادي النجوم: مرمى نادي النجوم استقبل 39 هدف، 39 هدف موزعة كالآتي: أول 8 أول ربع ساعة من عمر المباراة 8 أهداف، تاني ربع ساعة من عمر المباراة 4 أهداف، ثم ثالث ربع ساعة أو نهاية الشوط الأول 3 أهداف، مع بداية الشوط الثاني 4 أهداف، ومع ربع ساعة الثانية من الشوط الثاني 9 أهداف، الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة 11 هدف. إذا 24 هدف من ال 39 هدف، أكثر من النص تم إحرازهم في الشوط الثاني. المباراة القادمة لنادي النجوم في الدوري العام المصري هتبقى يوم الجمعة 10 مايو، مباراة مصر المقصة أمام النجوم في الأسبوع ال 32، هتبقى في تمام الساعة 10 مساء. أما المباراة القادمة للنادي الأهلي هتبقى يوم السبت القادم 11 مايو، إن شاء الله هتبقى بقى طبعا في رمضان، أو هيكون عدى تقريبا 4-5 أيام على رمضان، هتبقى النادي الأهلي سيلاقي نادي سموحة في الأسبوع ال 32، أيضا هتبقى في تمام الساعة 10 مساء. طيب حكام مباراة اليوم: حكما للساحة كابتن محمد الحنفي،
اثنين حكام مساعدين كابتن سمير جمال وكابتن محمود رضا، حكم رابع محمد الجلاوي، اما اثنين حكم خامس محمود دسوقي ومحمد عباس قبي. ده الطاقم اللي هيدير هذه المباراه. المباريات المتبقيه لكل فريق من فرق المقدمه. بالنسبه لنادي بيراميدز فاضل له ثلاث مباريات بعد مباراه اليوم طبعا. هقول لكم طبعا على نتيجه اول ما تبتدي المباراه، هقول لكم على نتيجه مباراه نادي بيراميدز ونادي المصري. بعد مباراه نادي بيراميدز والمصري هتبقى ثلاث مباريات، وادي دجله والنجوم وحرس الحدود، ده بالنسبه لنادي بيراميدز. بالنسبه لنادي الاهلي هيتبقى له خمس مباريات. مباراه الاسماعيلي وامبي وسموحه والمقاولون العرب ومباراه نادي الزمالك. اما نادي الزمالك فسيتبقى له سبع مباريات، المباراه الاسماعيلي ووادي دجله وحرس الحدود والانتاج الحربي والداخليه والجونه والاهلي، سبع مباريات لنادي الزمالك. طبعا ده جدول ترتيبه قبل بقى الحقيقه قبل بس مبدا جدول ترتيب الدوري العام المصري. عايز اقول لحضراتكم النهارده طبعا في مباراه هامه جدا لنادي الزمالك في الدور قبل النهائي للبطوله الكونفدراليه. نادي الزمالك فاز في مباراه الذهاب بهدف مقابل شيء هنا في القاهره. كل الامنيات الطيبه لنادي الزمالك اليوم ان هو يقدر يكسب ويقدر يصعد لنهائي البطوله الكونفدراليه. كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراته اليوم امام نادي النجم الساحلي، مباراه العوده. كلنا الحقيقه ان شاء الله تبقى مباراه يستطيع فيها نادي الزمالك ان يفوز على نادي النجم الساحلي ويصعد الى المباراه النهائيه. جدول ترتيب الدوري العام المصري، نادي بيراميدز في المركز الأول من 30 مباراة عنده 64 نقطة، النادي الأهلي أيضا في المركز الأول من 28 مباراة عنده 64 نقطة، فارق مباراتين ما بين الفريقين، نادي الزمالك في المركز الثالث من 27 مباراة عنده 60 نقطة، أما النادي المصري في المركز الرابع من 30 مباراة عنده 47 نقطة، نادي المقاولون العرب في المركز الخامس من 31 مباراة عنده 44 نقطة، أما نادي مصر المقصة في المركز السادس من 31 مباراة عنده 42 نقطة، والنادي الإسماعيلي في المركز السابع من 29 مباراة عنده 37 نقطة، والنادي الجونة في المركز الثامن من 31 مباراة عنده 36 نقطة، والاتحاد السكندري سيد البلد في المركز الثالث في المركز التاسع مع كابتن حلمي طولان ب 36 نقطة، ووادي دجلة مع تاكيس جونيس في المركز العاشر من 30 مباراة عنده 35 نقطة، والإنتاج الحربي اللي تراجعت نتائجه في الفترة الأخيرة مع الكابتن مختار مختار المدير الفني في المركز ال 11 من 30 مباراة عنده 35 نقطة، وسموحة في المركز ال 12 وتحسنت النتائج بشكل كبير في وجود جهاز فني من مكون من الكابتن حسام حسن وبقية الجهاز الفني من 31 مباراة عنده 35 نقطة. المباراة القادمة إن شاء الله هتبقى النادي الأهلي مع سموحة، هتبقى مباراة صعبة جدا. المركز ال 13 طلائع الجيش مع مديره الفني لوك إيميل من 31 مباراة عنده 34 نقطة، وبتروجيت في المركز ال 14 أيضا تحسنت نتائجه بشكل كبير مع محمد عودة مديره الفني من 31 مباراة عنده 34 نقطة، وإيبي في المركز ال 15 من 30 مباراة عنده 33 نقطة، وحرس الحدود في المركز ال 16 من 30 مباراة عنده 32 نقطة. وهنا بقى بيأتي الصراع على أشده ما بين طلائع الجيش وبتروجيت وإمبي وحرس الحدود، ومين فيهم اللي هيكون الطرف الثالث في ليكون الفريق الثالث في هبوط للدوري الممتاز به. في المركز ال 17 الداخلية من 31 مباراة عنده 27 نقطة وتضاءلت فرصه في البقاء في الدوري الممتاز. أيضا في المركز ال 18 النجوم في من 30 مباراة عنده 25 نقطة، أيضا تضاءلت فرصه بشكل كبير جدا في بقائه في الدوري الممتاز. قائمة هدافي الدوري العام المصري 2018-2019، أحمد علي كامل لاعب نادي المقاولين العرب، نجم نادي المقاولين العرب ب 17 هدف، يغرد منفردا كأفضل هداف في الدوري العام هذا الموسم. خالد قمر نجم نادي الاتحاد السكندري في المركز الثاني ب 14 هدف،
ومحمود علاء نجم نادي الزمالك في المركز الثالث ب 13 هدف، وصلاح امين نجم نادي النجوم اللي سيلاقي النادي الاهلي اليوم ب 11 هدف في المركز الرابع، وحسام سلامه باولو الداخليه في المركز الخامس ب 11 هدف، كهربا في المركز السادس من نادي الزمالك ب 10 اهداف، جون انتوي في المركز السابع من مصر المقصه ب 10 اهداف، اريك تراوري في المركز الثامن من نادي بيراميدز 10 اهداف، ابراهيم اناداي لاعب نادي وادي دجله 10 اهداف في المركز التاسع، شملس بيكلي في المركز العاشر من مصر المقصه ب 9 اهداف.